اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بهاي الحلقه ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا حتى تعطونا ارائكم باللي راح نعرضه لكم من مواضيع انتم اصلا نشرتوها على مواقع التواصل الاجتماعي او باللي تريدون تحكون بي ويانا بحلقه اليوم. نبدا حلقتنا مشاهدينا الكرام، وقبل ما نبدا حلقه نذكر انه اي شخص يريد يتصل بينا يقدر يتصل بينا على ارقام هواتفنا اللي تشوفوها باسفل الشاشه، تقدرون تتصلون بينا باي لحظه من لحظات البرنامج في حال ما تامن الخط وياكم لاي سبب كان. ايضا تقدرون تتواصلون ويانا عبر تطبيق الواتساب على الرقم الاخير اللي بصفه اشاره تطبيق الواتساب. اتمنى تكون الرساله مكتوبه متبوعه بالاسم والمكان حتى نعرف منو كتب لنا ومن وين، ونقدر نقراها بالدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. قضيتنا اللي راح نبديها هي قضية مهمة وحساسة، وهي انهيار الواقع الصحي. هذا الملف اللي أثر بشكل أساسي على حياة المواطنين، لأن الارتقاء به خلينا نحافظ على أكبر قدر من المواطنين، وانهياره خلينا نتسبب بموت الكثيرين نتيجة للأخطاء التي ستحصل هنا وهناك. بما أنه احنا ذكرنا الأخطاء، تعالوا نشوف التساؤل اللي طرحناه ناشط. يقول نقيب الصيادلة بمحافظة البصرة وين عن الأخطاء اللي تصير من بعض الصيادلة، اللي هاي الأخطاء تؤدي إلى التأثر سلبا، من الممكن كان أن تروح حياة طفلة بسبب أنه صيدلاني قاري الدواء غلط، ما قاري الدواء غلط، يعرف الدواء ما يعرف الدواء الله أعلم، لكن هو صرف دواء غلط كاد يؤدي بوفاة طفلة. تعالوا نسمع. بالبصرة الصيادلة ما عندهم كبير، إذا ما عندهم كبير هم قلونا حتى نعرف العلينا والمو علينا أعزائي المشاهدين. مثل ما جاي يشوفون هاي الطفلة عيونها ترمد، رحنا لبعض الصيدليات طالنا علاج خطأ، يعني لو ما الله ستر وأنا نبه وأخذتها لبعض الأطباء كان عمت لبنية هاي الطفلة. والأخطاء الطبية بالبصرة حدث ولا حرج، بدون رقابة ولا متابعة. اليوم الدكتور غير العصارة، يفترض كان عمت البيت. الله وكيلكم ومحمد كفيلكم. طفلة بعمر الورد بالأول ابتدائي. يا أخي أنتم مشكلتكم بالصيادلة والصيدليات، جاي تحطون متدربين، ما جاي تحطون اختصاص صيادلة أو طبيب صيدلاني، باعتبار الطبيب الصيدلاني راتبه هواي، وانت بالصيدلية تجيب متدرب راتبه 300 أو 400 ألف، بس الصيادلة أو الصيدلاني راتبه 700 800 ألف، أنت عادي ما تشمل 200 300 على راتب الصيدلاني، خلي تموت الناس، خلي يعطون علاج خطأ، بس المهم أنت تربح بالصيدلية، ربحت بالدنيا. بالاخره شلون؟ ماكو رقابه بالدنيا، وشنو ذنب اطفالنا هسه احنا؟ تعطونا علاج خطا غير الصيادله المتعاونين ويا بعض الاطباء والاسعار، وهذا يبيع بسعر وذاك يبيع بسعر وكل من بكيفه. ما معقول اخوان، راقبوا الصيادله ما لهم كبير، ناجر لهم كبير، قولوا لنا علاج كانت غلط هاي وعالجناها. دبرتها ورحت غير شلون؟ بحط ناس اختصاص بالصيدليات. هسه ما نعرف اكو شهاده مجرينا بعشر صيدليات. وين الرقابه؟ وين المتابعه؟ المشكله اللي تصير اليوم بالعراق هي الصيدليات بها مشكله كبيره، وهي اولا عندنا وزاره صحه وعندنا نقابه صيادله ونقابه اطباء. لا الوزارة تراقب النقابات وتراقب عمل الصيدليات والأطباء والمستشفيات، ولا النقابات يراقبون عمل الجهات اللي تتبع لهم. يعني مثلا نقيب الصيادلة العراقيين المفروض هو يراقب نقباء الصيادلة الموجودين بالمحافظات، نقباء الصيادلة الموجودين بالمحافظات لازم يراقبون عمل الصيدليات، هاي رقم واحد. لازم يشوفون اللي دا يشتغل بالصيدلية هذا خريج صيدلة لو لا، حتى لو عين الصيدلاني متدرب، المتدرب لازم يكون تحت إشراف طبيب صيدلاني. ليش اسمه طبيب صيدلاني؟ لأنه في كثير من الأحيان كان الصيدلاني لما يصرف لك دواء تستغني عن الطبيب، لأنه هو فاهم اللي يعطيك إياه وفاهم التركيبة الدوائية وفاهم اللي دا يصير.
في كثير من الأحيان أنت تروح للصيدلية، يأتي سابقة مواسة، تروح للصيدلية السلام عليكم السلام أنا عندي الحالة الفلانية، يحتاج أروح طبيب، إذا تحتاج طبيب يقول لك روح راجع، وإذا ما تحتاج حتى لو تحتاج يقول لك هذا مسكن ألم وقتي لحد ما باكر الصبح عقبة تروح تراجع طبيب، ما تحتاج يقول لك هذا دواك والله وياك. المتدرب اللي تعينه لازم الطبيب الصيدلاني أو المتمرس الصيدلاني موجود فوق رأسه حتى لا تتكرر هاي الأخطاء. لكن اليوم بالعراق أكو مشكلتين، مشكلة أنه الفساد والمحسوبية اللي تصير بالبلد، والمشكلة الأخرى اللي هي غياب عمل الرقابة. شنو قصد بالفساد والمحسوبية؟ أنت لما يجيك شخص مو صيدلاني ويفتح صيدلية ويبيع دواء يجيب كيفه، هذا اللي يصير بالبلد. أنت ما فاتح دكان ده تبيع بيها دهن وفاصوليا وتمن وحمص، ش ما تغير شكلهم ما يتغير طعمهن، أنت قاعد تبيع دواء، إذا خربطت بيه تؤدي إلى 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 مصايب. إضافة إلى عدم وجود تسعيرة حكومية للعلاج في العراق، لأنه هاي فقدت بالعراق، فأكو تنافسية، مو تنافسية، أكو مغالات عند الصيدليات. تلقي الصيدلية اللي بصفك سعرها شكل، واللي ليغات سعرها شكل، واللي بصفها منك سعرها شكل، والبعيدة سعرها شكل، لأنه ماكو رقابة أو تسعيرة حكومية. بسبب تردي الواقع الصحي بالعراق، رجل من الموصل يصرخ ويناشد المارة الله يخليكم ساعدوني ابني مريض، المستشفيات الحكومية عجزت توفر له احتياجات حتى يغسلوا له الكلى، الله يخليكم تعالوا عينوني حتى اغسل كلية ابني. هذه الحالة كان من المفترض انه ما نشوفها بعراقنا الحبيب، لكن مثل ما نقول شو نقول بهذا العراق، هذا البلد الحبيب اللي صار به كل شيء ممنوع عن مواطنيه لدرجة انه نشوف اب يصرخ ويستنجد بالناس. تعالوا نشوف. يا عالم يا ناس، شوفوا هذا الأخطية شو نسير بالشارع حي المصارف، خلى ابنه بالمستشفى، نزل بالمسيح بالموصل، راح للصيدليات يدور على صندة وما لقى نفس القياس، فجاء نسير بالشارع يا عالم يا ناس ساعدوني، هذه الصندة اللي ابني ينقذ ابني، راح هو ليش الحكومة تدخل على ليش ما تدخل صندوق المرضى ليش ما تدخل بالمرضى؟ أنتوا سمعتوا اللي قاله؟ يقول ما أريد فلوس، أنا عندي فلوس، أنا أريد الدواء لابني. وصل الحال بالمواطن إنه صار يصرخ ويستنجد بلكة يجيبوا له دواء. وللعلم غسل الكلى إذا تأخر على مريض الفشل الكلوي بها كارثة. عندنا ناشط يحمل الحكومة انهيار القطاع، مسؤولية انهيار القطاع الصحي بالعراق، ويؤكد أن الحكومة اللي رفعت شعار الخدمات هدفها الدعاية الإعلامية لا غير من المشاريع اللي تعلنها حتى تحقق مكاسب شخصية، فنلقاها سارعت إلى مشاكل ثانوية بحيث يكون إنجاز هاي المشاريع سريع ويمكن الاستفادة منها عبر صفقات فساد بوقت ما اكترثت إلى واقع المستشفيات، ما اكترثت إلى تأهيلها، وأنه مدينة الموصل ما تمتلك لحد الآن مستشفى مؤهلة حتى تقدر تقدم الرعاية الصحية المناسبة للناس. ماكو أسوأ، ماكو أبداً أسوأ من أنه تكون يعني يكون في بلد حكومة فاسدة، فاسدة بكل المقاييس، بكل المعايير، بكل الاعتبارات، بكل الأشكال، بكل الألوان، على 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 مختلف المستويات. حكومة فاسدة إدارياً، ماليا، سياسيا، يعني بكل الانواع المنطقيه حكومه فاسده. يعرفون كل زين احتياجات البشر الاساسيه، احتياجات البشر الاساسيه الكهرباء، المي، الصحه، هذه احتياجات اساسيه للبني ادم، اي بني ادم. بالعراق احنا هذه المشكله صار لها 20 سنه من اجى استلم السودان. ايش راح سوى؟ راح سوى يعني اسرع شيء وارخص شيء ممكن يبين وممكن بي بوق واستفاده ويسوي له شو اعلامي، بس ما يروح على المستشفيات ويسد احتياجاتها، هذا يقول لك ما يبين جماهيريا، ما يسوي لي دعايه انتخابيه. تدري هو اللي يجي غايته دعايه انتخابيه فقط، ما الى اي غايه ثانيه. انتم ما تعرفون يعني شنو شخص عنده واحد يغسل كلية. الله يعافيكم يا رب.
الله يعافيكم من هذا الابتلاء. أبويا الله يرحمه توفى نتيجة غسل الكلية. والله العظيم اللي عنده شخص يغسل الكلية، والله اللي عنده شخص عنده سرطان كانسر، والله أهون من شخص من إنه عنده شخص يغسل له كلية. ونسيت أضيف مسألة مهمة، الموصل إخوان ترى الموصل كلها ما بيها مستشفى واحد مال وادم إخوان، الموصل بيها عبارة عن كرفانات الآن. هذا واقع الحال في العراق. تكلم الأخ عن غسل الكلى، وأنا أعرف أحد أشخاص معرفة شخصية انتقل إلى رحمة الله بسبب أنه غسلوا له كلى، والمواد اللي استخدمت في عملية غسل الكلى الإبر والصوندات كانت غير معقمة، فبدل ما يعالجوا له الفشل الكلوي سببوا له بأمراض أخرى، وكانت الأمراض الأخرى مميتة وأدت إلى وفاته. وطلع إلى الخارج وحاول أنه يتلقى العلاج لكن أدت إلى وفاته. هذا اللي إحنا قاعدين نقول لكم، يعني انهيار الواقع الصحي إيش راح يسوي؟ بس على ما يبدو أنه السياسيين اللي جايين للبلد هم همهم أنه شي يصير خلي يصير همهم. أم عبيدة علقت تقول ملتهية الحكومة بالجسور وعافية المستشفيات كل شي ما بيهم. نسرين محمد، يا ربي إيش هالمهزلة اللي عايشين بيها، صوندة للكلى ماكو بالمستشفيات، الله يكون بعونهم. رجاء، فرحانين بالشوارع تبليط تلزق ومستشفيات حكومية ماكو. هشام أبو سيف الشمطي الزبيدي، مع الأسف خلي نشوف وين أصبح الواقع الصحي. أبو سجاد، أدري المستشفيات ليش ما توفر هيك شغلات بالمستشفى، إلى إمتى ويبقى الفقر يعاني الفقير يعاني من هيك أمور. علي فارس صبري، وزير الصحة نايم قاعد، الله ينتقم منكم دمرتوا الشعب. وكان هذا تعليق الناس على انهيار الواقع الصحي في العراق. أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أفل المحترم، وتحياتي لقناة الرافدين، وتحياتي كل جميع المشاهدين اللي شاهدوكم على البرنامج هذا العظيم. حياك الله أستاذ. إحنا نعرف الواقع الصحي وانهياره يمس كل مواطن عراقي، يعني من 2003 لحد الآن كل المحافظات وكل المستشفيات اللي موجودة بها المستشفيات التعليمية ما تبين أنه حكومة يعني توزع لها الأحوية، تطي الدواء مجانا من حالة المرضى اللي يدخلون عندهم، يعني آلاف المرضى تدخل هاي المستشفيات بدون أي نتيجة وبدون أي إنسان يعني مواطن من يطب المستشفى، يعني ما راضي على المستشفى والواقع الصحي اللي قاعد يمر. يعني المواطن إنه نشوفه كادر صحي إنه ما ملتزم يعني يعني إجراء الخطوات يعني اللي قدمها للمواطن. ليش؟ لأنه سبب المستشفيات والمدراء العامين اللي هي وراهم سلطة الأحزاب وميليشياتها. فهذا الواقع الصحي اللي سبب انهيارات والسبب تقاسم السلطة اللي بين الوزارات وبين الأحزاب، ما يهمهم المواطن انه كيف انه يعني يعاني صحته من يدخل للمستشفى، يراد العلاج اللازم، يراد كافة الامور اللي هي تقدمها من واجب المستشفى. يعني واقع صحي تدمر بسبب هاي الاحزاب الفاسدة وبسبب الحكومة اللي حكمت العراق من 2003. المواطن قام يلجأ للمستشفيات يعني الاهلية اللي هي بنته سلطة الاحزاب. يعني مواطنك ما عنده حاجة مادية انه يساعد دكتور كشفيته 50,000 دينار او العلاج يكلف الى 200,000 او 300,000. يعني هو مرتب المواطن العراقي ما عنده حاجة انه يساعد. الرعاية الاجتماعية كل مواطن من عندنا، يعني مو كل العراقيين عنده 175 يسلم، يعطيها للايجار، يعطيها المصرفه، يعطيها الاطفال، يعطيها اي شيء كان. فللأسف بنشوف انه يعني هذا الالتماس من قبل الحكومة وميليشياته ما يهم حياة المواطن العراقي اذا مات واذا صار باي مرض، يعني زاد المرض عنه ما يدعموه. ليش؟ لانه هم ما جايين على حب المواطن وحب الوطن، جايين على تأثير المواطن من حيث يعني تدميره بالوزارات، يعني وزارة النبو او وزارة الصحة او وزارة التعليم، كل الوزارات ما تشمل بانه الها في الدور يحمي. يعني المواطن يشكر الحكومه او يشكر الوزاره اللي بيها. للاسف احنا كنا كعراقيين مراضين على وزاره الصحه اللي هي دمرت ناس ويعني راحت ارواح عالم كثيره،
يعني راحت بسبب هذا الفساد المستشري على بلدنا. للأسف إحنا كل حكومات اللي مرت بالعراق كان لها دعم دور الوزارات الصحة للمستشفيات العيادات الطبية، كان لها دور بحيث أنه أهم شيء عندها المواطن كيف يتلقى العلاج وكيف يتداوى كيف إذا كان عند عملية. للأسف هذا دلالة يثبت بأن الحكومة لا شيء لها للوزارة الصحة ولا شيء لها، وكل المستشفيات اللي كانت انبنت بعهد يعني حكومات السابقة كل المستشفيات. فللأسف ما نقول أنه حسبنا الله ونعم الوكيل وإن شاء الله تتغير هاي الحكومة ويجون ناس إلها أكفاء يديرون هذا البلد، يديرون كل الوزارات اللي هي موجودة عندنا بالعراق، وما يكون أنه خاطر المواطن العراقي إلا يصيبه اللي يرضاه وليرضي بي الله ورسوله. وأنا أشكرك وتحياتي إلى الأستاذ. شكرا 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 لك أبو عمار. نددوا خبراء بالشأن الاقتصادي بسياسة فتح الحدود أمام المحاصيل الزراعية المستوردة من إيران من دون أي مراعاة للخسائر الكبيرة اللي يسببها هذا الشيء للمنتج المحلي، إضافة للي تلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني وللقطاع الزراعي بشكل خاص اللي يعاني بالأساس من إهمال والتصحر وشح المياه. أكدوا أنه الفلاح العراقي واجه صعوبات بتسويق محاصيله الزراعية على الرغم من تسعيرتها بأسعار لا تغطي التكاليف في بعض الأحيان بسبب إغراق السوق المحلية بالمحاصيل الإيرانية ذات الجودة الرديئة بالمقارنة مع نظيراتها من المحاصيل المزروعة بداخل العراق واللي جودتها أحسن. وعدوا التسهيلات الحكومية لإدخال المحاصيل الزراعية الإيرانية بموسم حصادها ووفرتها بالسوق المحلية هي حرب ضد المنتج الوطني وضد الفلاح العراقي وتناقض صريح ويا شعارات حماية المنتج المحلي ويا شعارات التشجيع على الإنتاج. عندنا فلاح عراقي يشكو من صعوبة تسويق محصوله الزراعي بأسعار تتناسب ويا الجهد المبذول أثناء زراعته واضطراره أن يبيع محصوله بأسعار زهيدة جدا بوسط غياب الدعم الحكومي، لأن الحكومة ما قامت بأي شيء من واجباتها في مساعدة الفلاح ومراعاة هذا الإنتاج ومساندة المزارعين. تعالوا نسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب يا بنات، باعوا هذا التفاح هذا الآلو، شوفوا الجد حارة الدنيا وتعب تعب والله العظيم، هلاك هلاك البساتين لا عبالكم هيك. يعني هاي هتا صناديق بيش يشترون يعني تقع بيش يا جماعة؟ الفلاح انتو ظلمتوه يا زراعة، انتو ظلمتوا الفلاح والله العظيم، لا بالطماطة لا بالرقي ولا بأي شيء، يعني حتى بالفواكه. يعني شنو هذا الكيلو ب500 تبيعونه بربع صناديق ب5000؟ يعني شنو والله هذا؟ هذا تعب الفلاح متنا من حوينا هذني، ها هذني 5000 وهذا الآلو، والله العظيم جرمة يا عمي. دباكم على الفلاح عمي، دباكم علينا، ترى احنا هم خطية يا زراعة، انتبهوا علينا. تفاح، هذا التفاح الصغار الهش من أطيب أنواع التفاح بالعالم واللي ما راح تلقوه إلا يمنا بالعراق، ومع الأسف أكو محاصيل عراقية كثيرة ما لها أي دعم اليوم حكومي. إذا أريد نحكي عن التمور، فالعراق نزل عن عرش تصدير التمور بالعالم من زمان. إذا أريد نحكي عن الحمضيات، وأشهر محافظة لزراعة الحمضيات بالعراق هي ديالة، وديالة كانت مشهورة بالحمضيات وخصوصا برتقال ديالة، فأكيد هسه متدمر المحصول الزراعي للحمضيات. إذا أريد نحكي على الرقي ورقي سامرة ويا مطيب رقي سامرة، فأكيد همينا ندمر. ما شاء الله اليوم شكو شي يفيد البلد، شكو شي من لما أنت تدعمه من شأن أنه يدعم المواطن العراقي ويخلي المواطن العراقي شوية مرتاح ويشم هواء ويتنفس ويشتري الشغلة برخص، اليوم دا يحاربوها مثل المحاصيل العراقية اللي دا تنباع برخص لأن ما حد يشتريها. ليش؟ لأنه سوقنا ما شاء الله غرقان بالمحاصيل الزراعية الإيرانية. مع الأسف جمال الجبوري دمروا الفلاح بالمستورد حتى البساتين انباعت وتحولت سكني. أحمد محارب العلواني، أهم شيء القطاع الزراعي الإيراني موجود، الزراعة العراقية باي باي. وأبو علي العراقي،
سنة كاملة تعب من يجي المحصول ياخذون ببلاش، حرام هيج. خالد العبد الله، دمره والفلاح البساتين انتركت وانباعت لأن ماكو دولة ولا وزارة زراعة. أبو علاء الدراجي، الله يساعد هذه الطبقة الفقيرة، يتعب ويركض والبيع فلسان. محمد رضا، كارثة يجبرون الفلاح يترك المهنة، خاف الزراعة عنده جيدة هم يريدون يدمروها أسوة بالصناعة. فلكن أكو تعليق قريته يقول بالعراق لخالد عبد الله، البساتين انتركت وانباعت لأن ماكو دولة ولا وزارة زراعة. هي إذا أريد نحكي يا أستاذ خالد أنه بالعراق فعليا ماكو وزارة زراعة، إي والله صحيح ما عندنا وزارة زراعة، بس عندنا وزير، عندنا وزير همه أنه يقعد وراء الكرسي بوزارة اسمها وزارة الزراعة، يقبض رواتب وعنده حمايات ويطلع بموكب ويرجع بموكب ويفترب كيفه وجوازه دبلوماسي ويتعارك على هذا المنصب. بس مال هذا الوزير يفكر بالمساحات المزروعة، يفكر بالمزارع، يفكر بالبساتين، يفكر بالمحاصيل. لا، إذا تردون تقارنون مساحات الأراضي المزروعة في زمن النظام البائد اللي هم جوا يحاربوه راح تلقوها أضعاف عن مساحة الزراعة المناطق المزروعة اليوم في العراق في زمن الديمقراطية وفي زمن الحرية وفي زمن الأحزاب الإسلامية. وهذا حالنا. نروح هسه إلى ملف الكهرباء. هذا الملف اللي يطفو على سطح من يطفى على السطح بداية كل صيف. عراقنا الحبيب صيف لاهب حارق نتيجة للتغيرات المناخية، كونه واحد من 5 بلدان أكثر تأثراً بالتغيرات المناخية. ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، واللي عبرت 50 درجة مئوية بأكثر من مكان. لكن كهربائنا ماكو، وعندنا أحد المواطنين من قضاء عفك بمحافظة القادسية يشكو من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طوال وعدم تجهيز مناطق القضاء بساعات كافية من الكهرباء بالتزامن ويا ارتفاع درجات الحرارة في فصل صيف لاهب. تعالوا نشوف. هذا حي الوائل بقضاء عفك، البعض من المواطنين مشغل مولدات صغار، سمعوا صوت المولدات، اجت الكهرباء بس ربع ساعة وطفوها، بس ربع ساعة بحي الوائل بقضاء عفك وطفوها من الصبح لسه مطفين الكهرباء. وعدنا مرضى وعدنا أطفال جات تلوع من الحار، الله وكيلكم، تأذينا تدمرنا ينقذونا. يا محافظ الديوانية راح نطلع مظاهرات اعتصام مفتوح يوم الأربعاء أمام دائرة كهرباء عفك، اعتصام مفتوح أمام دائرة كهرباء قضاء عفك الساعة 8 الصبح. ملينا وجزعنا وتأذينا، المسؤولين كل هاليوم الوزراء وأعضاء مجالس المحافظة مجرفين على التبريد، كل هالمسؤولين لا تقول لهذا مسؤول وهذا ما أدري منه، كلها على التبريد مجرشة. وحاليا الأطفال تصرخ من الحار، الله ينتقم من كل فاسد. وريدكم تطلعون يا أهل عفيج، تطلعون كلمة حق، أريد الشجعان تطلع، الشجعان الزلم ما تخاف وما تجامل. أدري ربع ساعة جايبين لهم الكهرباء باليوم، شنو تخلون الثلاجة تشتمها للكهرباء ما تلحق حتى تبرد الأكل، عن المستحم شغلين لهم الكهرباء، أردف لهم ربع ساعة، شو تسوي الربع ساعة؟ اللي يريد يفتح تبريد بها حتى التبريد ما يلحق ينهض، الكمبريسر مال سبلت أو مال المكيف بعد ما مشتغل طفيت الكهرباء، الراوتر مال الانترنت ما يلحق يجمع الانترنت حتى طفوها علي، أردف لهم شنو ربع ساعة؟ 15 دقيقة شو تسوي؟ هسه يجي واحد يطلع يقول لي هم ما يحسبوها بالدقائق، يحسبوها بالثواني، لأنه 900 ثانية، فيقول لك أنا ناطي 900 ثانية، ما أحسبها بال15 دقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الواقع العراقي ما تلقوه بس بالقادسية، لا، أكو منطقة اسمها آل درب، هاي المنطقة بناحية الكرامة بمحافظة المثنى، هاي هي طالبوا أهالي أنه الجهات الحكومية توفر لهم محولة للكهرباء للمنطقة. ليش؟ يقولون الأسلاك الكهربائية مدت من 5 أشهر فاتت
ولحد الان ماكو اي مولده. اوريتكم يابا تجون تشوفون هاي المشكله وتزودونها بمولده او محوله كهرباء. تعالوا نشوف. مناشده من ناحيه الكرامه عشيره الصفنان منطقه ال درب، هذا خط كهرباء ضغط عالي نصبوه مدير كهرباء الكرامه، صار 5 اشهر بدون محوله، عدم استجابه مدير كهرباء ناحيه الكرامه لمطالبنا. هذا الضغط العالي مصادق عليه من المحافظة وجود محولة لهذه القرية المعدومة من الخدمات، وها صار 5 اشهر كهرباء ما عندنا. أردفتهم دوار الكهرباء بالمحافظات شنو شغلها؟ 5 اشهر ما منصبين محولة، شنو العراق ما بفلوس؟ بس بفلوس تنباق، ما بفلوس نصرف على مشاريع خدمية، بس بفلوس الطب إلى حسابات المسؤولين. بسبب الفساد الحكومي وسرقة المال العام، عدم مساءلة المقصرين ومعاقبتهم، فرق صيانة الكهرباء بقضاء الإصلاح بمحافظة ذيقار بهذا القضاء رفضوا يروحون يسوون صيانة لمحولة كهرباء عطلت، أجبرت هذا الشيء الأهالي أن يسوون الصيانة بنفسهم بدون أدوات سلامة، مخاطرين بأرواحهم بسبب حرارة الجو وعدم الاستجابة إلى مطالبهم. تعالوا نشوف المسرحية الكوميدية الجديدة. السلام عليكم، هاي رسالة للجهات المعنية الآن من عشيرة الزرقان المصالح في محافظة ذيقار، يتصلون على الكهربائيين ما يطلعون، يقول لهم والله ما يطلع، وهاي الكيبلات كلها مايعة من المحولة، وهاي الولي الصاعدين مختصاص هم جاي يسوون بالكهرباء والله، وهذا هذا حافل ولد حافي يعني صاعد على المحولة مجازفة، يتصلون عليهم يقول لهم والله ما نطلع يعني هسه هاي المعاناة شنو ذنبنا احنا مو هاي يومية طبعا هاي المعاناة مكاتل الحار ونخابر على الدائرة مال الكهرباء مال الإصلاح ما يطلعون، يقول ما حد يطلع، انتم سووها زين احنا ذا يصعد هسه واحد وينتل بذمة من المسؤول الناشد من احنا يعني هسه هذول الولد الصاعدين يشتغلون على الكهرباء بدون تكون بدون لا عمال ولا موظفين مال كهرباء ولد المنطقه يخربون بيها هسه ينت الواحد هسه يعني معناته هاي الاطفال ضاله بالشارع دائره مال الاصلاح ما يطلعون يقول والله ما نطلع انتم شدوها بذمه من هسه اول مره يعني احنا شنو راجع من مدير الكهرباء مال ذيقار يعني شوف هذا الوضع ترضى بيه؟ حلوة من دائرة كهرباء بالعراق تروح تخابرهم يقول لك روح عمي تسويها. اليوم المواطن العراقي هو ينظف شوارع، هو يسوي صيانة جسور، هو يراقب عمل الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية، هو ينظف نوافير، هو 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 يشد محولات من الكهرباء. على شنو انتم موجودين؟ ليش اكو فرق صيانه وليش اكو بلديه وليش 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 ليش انتم موجودين وقاعدين بمؤسسه وحاسبين نفسكم موظفين على الملاك في وزارات خدميه وسياديه وانت ما تؤدي واجبك؟ شنو وجودك انت؟ شنو قيمتك بالبلد؟ شنو اللي تقدمه للبلد؟ يخابروك وتقول له انا ما لي علاقه روح شدوها انتو. زين الشباب هنا بارك الله بيها تقول لك احنا تعبنا ما حد يجينا احنا تبرعنا نصعد المحولة هاي، اذا جتها ومحولة الكهرباء فولتيتها ترى مو 220 فولت، 220 فولت هاي فولتية الكهرباء اللي موجودة ببيتك وبيتي وبأي بيت، بس هاي محولة تطي الى منطقة فولتيتها اعلى، عفوا مو الفولتية الامبيرية، الامبيرية مالتها اعلى حتى تقدر توزع الى منطقه الى مجموعه الى بلوك الى منطقه الى اي جي الى قريه. اذا جت كهرباء وذولا فوقها شو يصير؟ عندنا ناشط من محافظه دياله يحمل الحكومات اللي جت على البلد من 2003 لليوم مسؤوليه معاناه الكهرباء، وقال انهم على مدار 21 سنه كل شيء ما سووا وما قدموا غير الوعود الكاذبه انهم ما راح يحسنون الكهرباء وراح يخلوها افضل وراح يخلوها اي شيء، لكن المواطن ما شاف اي تحسن واستهجن من الوقت بالوقت ذاته من معاناه العراق ويا الكهرباء، على الرغم انه يعتبر بلد غني بوقت
انه هوايه من البلدان الفقيره تجاوزت مثل هاي الازمات. تعالوا نسمع. السلام عليكم. مشكله الكهرباء في محافظه ديالى مستمره، احنا راح نرجع على هاي المهفات حتى نحصل على شويه هواء، والظلام راح يبقى مخيم باغلب البيوت في محافظه ديالى، بالتحديد المتضرر الاكبر غرب مدينه بعقوبه. زين بالله احنا هسه الشباب نتحمل ممكن، بس كبار السن شلون؟ الاطفال شلون؟ شو راح تنحل؟ ما نحمل دائره كهرباء محافظه ديالى المسؤوليه، لان نعرف والتجهيز يجي من العاصمه ومن دول الجوار، بس المفروض الحكومه المركزيه هم اللي يحلون القضيه، لان هاي قضيه مركزيه والمعاناه مستمره والناس طفرت روحها، والمناشدات تجينا بالمئات يوميا يردون حل. 20 سنة صار وهاي المعاناه مستمره. الاهالي تتمنى من الحكومه انه تحل لها قضيه الكهرباء اللي هي متوفره في جميع الدول العالم، حتى الفقيره عندها كهرباء، مو عاد دوله غنيه مثل العراق تمتلك هذا الكم من الغاز والنفط. يمكن العراق هو البلد الوحيد اللي يعاني من ازمات كهرباء وماء. يمكن العراق هو البلد الوحيد اللي بنقص باشياء اساسيه. احنا لما نحكي عن اشياء اساسيه هي من الاشياء اللي من المفترض ان الحكومه هي اللي توفرها بدون ما المواطن العراقي يركض وراها. لما نحكي عن الاشياء الاساسيه هي القضايا اللي الحكومه لازم توفرها والعراقي ما يفكر بيها، مثل المي، الكهرباء، الامان، الطرق، الاكل، ذني اشياء انت ما لك علاقه بيهن، انت ما تفكر بيهن. الامان الغذائي هو واجب الحكومه، الامان امانك الشخصي انت كمواطن هو واجب الحكومه. توفير سبل الحياه الكريمه من مسكن وماء وكهرباء هاي من واجبات الحكومه. اليوم دخل وياهن شبكه الانترنت لانه صار عنصر اساسي بحياه المواطن، هي من واجبات الحكومه. اما الرفاهيه هاي هنا بحث اخر، بس العراق اليوم ما عنده اساسيات العيش الكريم حتى يفكر بالرفاهيه. راح والناس لما شافت وضع الكهرباء علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من محمد مهدي البياتي حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، يعني حكومه ما تقدر توفر كهرباء خلال 5 أشهر وهي الصيفيه، شلون توصفهم؟ ما ادري. حسين الربعي، ولهم عين يجون كل شهر يدورون فلوس الكهرباء، الله ينتقم من كل فاسد، وين دور النواب المحافظه؟ ما يطلعون ويطالبون بحصه المحافظه، مو هذا المفروض واجبهم؟ لو بس وقت الانتخابات نشوفهم وما يخلون احد يحكي. ثامر محمد، المحوله عاطله هاي بهرز، ده تروح الدائره مال الكهرباء يقول لك باكر يلا تكمل، وهي دنيا تصمت، يعني شلون نظل بالحر؟ شنو ذنب كبار السن والمريض والاطفال؟ ومسلم سميري يقول هذا واقع الفساد في وزارة كهرباء في المحافظات، منها المفارز ما تطلع إلا بعد أخذ الرشاوي وما خفي كان أعظم. عباس مهدي التميمي، معضلة الكهرباء مهزلة الكهرباء، أبسط حق للمواطن الماء والكهرباء، ما رايدين لا مطارات ولا قطارات ولا مترو، بس كهرباء الناس عمي ماتت من الحر. قيس أحمد أبو آدم، هي مو جديدة علينا الكهرباء كل سنة نفس المشكلة، لأن ماكو واحد يخلي لهم حد. فكان هذا تعليق الناس على قضية الكهرباء. احنا قلنا أساسيات العيش الكريم وهي الأساسيات اللي انت المفروض ما تفكر بها هي الكهرباء والماء. تخيل في بلاد الرافدين، هذا اللي يعتبر أغنى بلدان العالم وبأفقر شعوب العالم، لا عندك كهرباء ولا عندك ماء. المي العنصر الأساسي واللي هو واحد من عناصر الحياة الأربعة، هو أساسي لكل بيت ولكل أسرة ولكل مواطن، فمن المشرب والمأكل ومن ما نغتسل به ونتطهر به ونطهر به ثيابنا وبيوتنا من الأوساخ. لكن اليوم هذا العنصر ملوث في عراق ما بين النهرين، في بلاد الرافدين، في عراق دجلة والفرات، والأسباب هواية. تقاعس الجهات الحكومية عن القيام دورها المنوط بها، الفساد الإداري والمالي، إضافة إلى المحسوبية و و و و. وعدنا أحد سكان مدينة الأمل السكنية في محافظة البصرة يشكو حال مياه الإسالة الواصلة إلى منازلهم، لأنه دا توصلهم المياه متغير لونها، واللي هو تعريف الماء لا لون له ولا رائحة ولا طعم،
ويقول لا تصلح هاي المياه للاستخدام البشري، وتساءل هاي المياه هي اللي جاي ندفع رسوم إلها؟ تعالوا نشوف. يا هذا اليوم ما يبي سهلة، هذا مباشر من المطار. شوف طيمانته. بابا. هذا شوف كابتشينو، هذا مي الإسالة اليوم الزون العاشر. ما أعرف أنا هاي المهزلة هاي إلى متى، يعني تخيل هذا المي، هذا المي واحد مثلا يسبح بيه يغسل بيه، شو يسوي بيه هذا؟ هذا الطين هذا شنو اللي جاي يوصلونه على البيوت ويأخذون عليه فلوس وشادين عليه عدادات على هذا الطين؟ يلا كابتشينو لو مو كابتشينو، هذا لاتيه كابتشينو شو تريدون سمونه؟ هاك تفضل. مساء ذاك اللي هو يجي مباشر من المطار، وهذا هسه هنا هذا الجراج، هذا مباشرة هاك هاك. شوف شلون صافي. شوفوا بالحصار ببيتنا كان عندنا بوري بالحديقة، صوندا مات تعريضة سمى بوري ما يخابط، هذا كان يستخدم فقط للزرع، نسقي به الزرع بس، حتى الجراج والطرمه ما نغسلن بهذا المي، بس ما يتحول مي الاساله اللي يجي للبيوت للدوش وللمغسله وللسنك ما طبخ مي خابط. محطات التنقيه شنو دورهن؟ عندنا ناشط من ذي قار ينتقد حال مي الاساله اللي يوصل الى البيوت وهو ملوث، ويسأل يقول مديرية ماء المحافظة هكو محطات تصفية عندكم؟ لو ماكو بمحافظة ذي قار المي اللي يوصل للإسالة مطابقة للمواصفات المنظمة الصحة العالمية لو لا؟ تخضع لفحوصات مختبرية لو لا؟ تخضع لهذه الفحوصات بشكل مستمر لو لا من قبل مختبرات بمديرية ماء ذي قار أو وزارة الصحة أو جهات رقابية مختصة مثل قسم البيئة بوزارة البيئة؟ هل المياه اللي يتم ضخها لجميع مناطق محافظة ذي قار معقمة؟ وأكد أنه البعض يتساءل عن سبب ارتفاع أمراض الفشل الكلوي بمحافظة ذي قار، ويقول السبب هو مديرية ماء ذي قار اللي تسحب المي من النهر وتخليه إلى شبكات التغذية بالمياه وتوصله إلى المناطق السكنية في الناصرية وباقي المناطق بدون تصفية. تعالوا نشوف. السلام عليكم، هذا ماي قدامكم ماي إسالة مدينة الناصرية، مليارات صرفوها من أجل مشاريع تحلية مياه صالح لشرب مدينة الناصرية، آخر شيء جينا طين. هذا قدامكم والحسين شهيد، والحسين شهيد هذا ترسم من المطار هسه ويقول لك ليش تحكي؟ ليش انتقادات مادي قار؟ مواكم مليارات صرفوها وانتم يا اعضاء مجلس محافظة والمحافظ دزيتوا على المحافظ قلتوا له تعال بويه شكلت لجنة تحقيقية، قلتوا بويه انتم عندكم صرفيات شهرية، صرفيات شهرية شرافة لاتور وكلور شير لتنقية المياه، هذا بشاركم هذا الماء يوصل لنا يعني، ويقول لك محافظة مدية مادي قار الماء عندنا تصفية مطابق المواصفات الصحة العالمية. هيا الله هذا قدامكم وين مطابق المواصفات الصحة العالمية؟ ويقول لك ليش تنتقدهم بيها؟ ويقول لك الماي مالنا يخضع فحوصات مختبرية شهرية من قبل دار الصحة ذي قار والجهات الرقابية المختصة بداخل مديرية ماء ذي قار. هذا الماي قدامكم من مديرية ماء ذي قار، ويقول لك ليش تحكي عليهم؟ ماي قدامكم، خلي يشوف الخيرين يشوف الإهمال داخل مديرية ماء ذي قار. أتمنى يشكلون لجنة تحقيقية، وحق هو الحسين، وحق هو الحسين هذا الماء قاعد يوصل لنا، لا هو يعني للعلم لا يصلح للطبخ، واحد مثلا يطبخ لا يصلح مثلا للغسل، لا يصلح للتنقية، حتى من شدك هسه فلتر مال ماي لازم كل يومين ثلاثة تبدل لك فلتر، يعني كله طين، تضطر تشتري مشترى ماي، والله العظيم 99 ابناء مدينة ناصية يشترون ماي مشترى، لأن يعني هذا الماء يقول لك هذا، ويقول لك شنو فشل أمراض ارتفاع الأمراض فشل كله ومحافظي، هذا الماء قدامكم. واحنا ربينا ببيوت ما كنا نشرب الا من البوري، عمرنا ما اشترينا بطل مي، نشتري لما نطلع بطريق بدرب وما اعرف شنو، دربنا طويل نشتري نشرب، ما نقول لكم ما نشتري مي، لكن ببيوتنا مي ما كنا نشتري، دول كماتك او السراحيه تعبيها من البوري وتخليها بالثلاجه ويا محلاه، لكن هذا حال
هذا حال المي اللي يقول لك مطابق للمواصفات، هو تعريف المي ما مطابق له. المي العناصر مالته H2O ذرتين H اكسجين، هذا ويا 20 مليون ذرة تراب وعوالق وميكروبات وفيروسات، واحسبها ايش قد يطلع. حسين ماجد يقول اي والله ما مالنا كلش تعبان. ابو حسين الخفاجي، متنزهات وتبليط اهم من المي، والكهرباء اقترح للمواطن يروح يسكن بالمتنزهات بها مي اساله. عقيل ابو فاطمه الغريباوي، مي خايس ريحته تقتل يلعب النفس. عماد الناصري يقول هذا طين مو مي، حتى اذا واحد يسبح بيه راح يتوسخ. ما ينظف عمي كلها حراميه وعصابه، بس راس الشهر يجيب وصل المي وياخذ فلوس المي. سيد احمد، اي والله يا اخوي المي جاي يجينا عباره عن طين. قاسم الحجيمي، مديريات فاسده وعصابات مسلحه، حكومه خايسه والمشتكى لله. هذا تعليق الناس على قضيه الماء الملوث اللي يصل عن طريق شبكات الاساله. الكل يعرف انه قناه الرافدين عندها نافذه اسمها نافذه انت ترى، الشريط الابيض مال الاخبار اللي دا تشوفوه بالاسفل تقدرون تتابعوه للاخير، اكو رقم تليفوني هاي نافذه انت ترى، مثل اخونا يعني اخونا هنا لما نصور، او موردي الغاز في محافظه باب الصوره ودزولنا، انتم تقدرون تدزولنا عبر هاي الخدمه حتى ننشر لكم اياها مثل ما راح ننشر هاي الوقفه. هنا عندنا وقفه احتجاجيه نظموها وكلاء الغاز بمحافظه بابل. ليش؟ يقول اكو قرارات الوزاره النفط احنا ضدها طالعين، لانه اكو لجان دا تشتغل داخل محطات تزويد الغاز تفرض عليهم غرامات ماليه اضافه الى مصادره قنان الغاز التابعه لهم، وتحمل كافه التكلفه تصير على من؟ على الوكيل. وناجده وزاره النفط انه ينظرون الى معاناتهم ويوقفون هاي المعاناه والغرامات اللي اثرت بشكل كبير على عملهم. تعالوا نشوف. احنا اليوم موقف احتجاجيه، يريد يسمعنا وزير النفط يتدخل لحل الموضوع. يعني وزاره نفط وعراق، العراق غني بلد غني، يعني واشر هذا واشر شنو قيمته؟ ما يقدر يوفروا لي المعمل. هذا الصمام شنو قيمته؟ اتغرم عليه انا 1000 وربع، انا شنو ذنبي؟ احاكي هذا بالمعدات ابو بابل يقول لي تراكم السنين، اقول له انا اتحمل نتائج تراكم السنين؟ شنو 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 انا اتحمل تراكم السنين؟ اكو موضوع، اريد وزير النفط خلي يتدخل، دز لي جان يحل هاي المشاكل. هاي معاناة يومية بين المواطن والوكيل، احنا ناس حماميل مفروضة علينا غرامات وضرائب، هاي شنو هالتكاليف هاي؟ يعني سابقا ما كانت هاي الحالة كلها ما متوفرة. انت من القنية الممنوعة جت، انا جبتها قنية الممنوعة، ما انا جبتها، جتي طببتوها، منو طببها ما ندري، صارت وقعت براس الوكيل. المواطن اشتكى صارت راحت، جت الشكوى جاء على الوكيل، غرموا الوكيل، لزمني بالمعمل، اخذ القنينة صادرها، راحت علي قنينة ب 50,000 دينار، وغرامة الحقها 4,000 دينار، 90,000 دينار. وفلوس ترس 6,000 دينار، 96,000 دينار. أنا شنو ذنبي؟ من تجي للمعمل وطب السيارة غرامات اللي تجي عليك ما تعرفها شنو؟ يعني لما يطب للمعمل الله وكيلك حاط دمك بشيشة، ها خاف تجيني اللجنة، ها خاف تجيني ما أعرف شنو. مو هيك أستاذ علي، خلي ينظر لنا نظرة أبوية الوزير وشوف يعني معاناتنا. هذا هسه أبسط ما يقول عندنا، هذا هالزلمة، هذا الوكيل، هذا الوكيل أكثر واحد تضرر بينا هو هذا اللي غلى سيارتين بسبب القناة الممنوعة، بسبب القناة الممنوعة اللي غلى وكالتين عمي. يعني وكيل الغاز هسه لازم يعين خبير، خبير استراتيجي في صمام قنينة الغاز، وخبير استراتيجي في فعالية واشر القنينة مع الغاز حتى يقدر يستلم ويسلم قنينة مع الغاز. ده يسلم شنو ذنبه؟ قالوا كلمة يقول لك هذا الصمام مو شغلي، شغل المعمل. فعليا هو موزع، هو وسيط ما بين المنتج والمستهلك. المنتج اللي هو معمل الغاز اللي يترس قناني الغاز، واللي المفروض هو يفحص القناني، هو اللي يشوف السليم من الغير سليم، والوسيط يجي يشيل من ذولة الذولة، وذولة يستهلكون ويرجعون عن طريق ذولة الذولة. فهذا وسيط، هذا شنو ذنبه تغرمه؟ ما أعرف. بلدنا ما شاء الله، يعني العراق، العراق غريب عجيب، غريب عجيب، يروحون على اللي ما له علاقة يغرموا له. المهم انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بالأيام الأخيرة هاشتاج شمال غزة يموت جوعا، هذا الوسم اللي تصدر ترند منصة اكس، وطلع لأجل التحذير من تداعيات مظاهر المجاعة اللي دا يواجهوها سكان هذا الجزء من قطاع غزة اللي يقدر عددهم تقريبا 3 مليون فلسطيني وفلسطينية. صار الوضع في شمال قطاع غزة مأساوي جدا بصورة خاصة بالأيام الأخيرة، ففي هذه المنطقة من القطاع ما يسلموهم المساعدات الإنسانية إلا بصعوبة وبشق الأنفس.
هذا اللي دا يغرق السكان وفق الأدلة موثوقة بحالة مجاعة، وتشير التقديرات أنه 70% من سكان هذه المنطقة يواجهون حالة مجاعة. فالكيان الصهيوني حكومته تمنع الوصول إلى شمال غزة بصورة كاملة، ويتم رفض العديد من المهام الإنسانية بصورة تعسفية، ويتم بعض الأحيان اعتقال عمال الإغاثة لمن يروحون ويعبرون عند نقاط التفتيش العسكرية. ومن ناحية أخرى صارت عمليات توزيع الأغذية أقل تنوعاً وأقل تغذية، فالناس علقت على هذا الوسم. أنس الشريف، بسبب المجاعة أوراق الشجر تباع في الأسواق في شمال قطاع غزة. ليندا إن غزة تقول: أنا ليندا من شمال قطاع غزة، نعيش مجاعة وقصف طول الوقت. المجاعة جديدة وأشرس من اللي قبلها بمراحل، ما بيدخل علينا إشي، قاعدين بنموت على البطيء حرفيا كلنا، وبالذات أطفالنا وكبارنا بيموتوا بسبب نقص التغذية بشكل يومي. الحالات عنا بتزيد، انشروا بلكي حد يسمع صوتنا. معز الدين العقاد: من وصل إلى أن يشاهد ولم تحركه الدماء، يشاهد ولم تحركه الأشلاء، يشاهد ولم تحركه المجاعات، فهو ليس من الأحياء، وما أنت بمسمع من في القبور. ومحمد علي صالح يقول: اللهم لا تدع جائعا من أهلنا في غزة جائعا إلا أطعمته، اللهم جوع من جوع أهلنا في غزة وعذبه في الدنيا والآخرة. فكانت هذه التغريدة والتي قبلها وغيرها على هاشتاغ شمال غزة يموت جوعا، ونحن اختارينا لكم هذه التغريدات، وهو اللي تصدر الترند منصة اكس. بالنسبة إلى الواتساب، لم تصلني اليوم أي رسالة على الواتساب. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم بإذنه تعالى الخميس المقبل. في أمان الله.